إذا معنا الإطار المغربي، إطار وطني، كيشتغل في الفريق فريق فيفا رفقة الأستاذ فوزي جمال. سي عادل مرحبا بك. مرحبا بالأخ صمدي وشكرا على الزيارة وعلى الاستضافة. نهار كبير هذا. أولا المشروع اللي كنشتغل فيه كما كتعرفوا كيعرف الجميع فهو تأسس في 2004 من طرف فكرة ديال السي فوجي جمال، وفي خلال ديك الفترة هاد المكان هذا ولا هاد الجمعية هي بالنسبة لي أنا بمثابة واحد لابوراتوار اللي اشتغلت فيه وبديت فيه لاكارير ديالي كمدرب لفئات الصغرى، وبديت لا فورماسيون ديالي في 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 الفوتبول في لا فيديراسيون بلج. كيف قلت لك سي ان لابوراتوار هنايا. شنو اللي عجبني لا فيلوزوفي ديال هاد المشروع، فهو مشروع اولا كيرتكز على 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 دو فولي. الفولي الاول هو الفوتبول لو سبور، والفولي الثاني هو لو سوسيال. كما كتعرفوا كيعرف الجميع بان هنا في الفيفا عندنا لي جوار ولا لي زونفون اللي كيسونطرين معنا عندهم اوبليجي شاك بيريود باش يجيبوا لي بولتان ديالهم افيك ان سوي سكولير، وكنتبعوهم وكنتبعوا لو نيفو سوسيال ديالهم والمتابعه الرياضيه والاجتماعيه اون ميم طون باش كنحفزوهم انهم يشتغلوا ويعطيو ما عندهم باش يقدروا ينجحوا في الحياه ديالهم. ولو سلوغون ديال الفيفا سي كوا فيفا؟ فيفا سي جوي فوتبول اتيدي اي ريوسي لور في سي سا لو فيفا. ونزيدك الاخ الصمدي هذا العام هذا قمت بواحد فورماسيون ديال ار تي اف جي ريسبونسابل تكنيك دو فورماسيون دو جون، وكان لا تيز ديالي عملتها على هذا المشروع هذا وقدمته لا فيديراسيون بلج وعجبهم بزاف ايزون فريمون ابريسي سو بروجي باش بغاوه، لان حنا كنخدموا اون باراليل عندنا اون ايكول دو ديفوار كما قلت لك قبيله. فاش كيجي ان اونفون كيعطينا البولتان ديالو دونك كيقيموا كيديروا تقييم للمواد اللي ضعيف فيها، ومن بعد كيدوزوه ليكول دو دوفوار باش يغونفورسيو له لي ماتيير اللي هو فيها ضعيف. اي فوالا. دونك الهدف ديالنا من هذا المشروع هو مساعده هاد لي جون باش ينجحوا حياتهم سواء في الدومين ديال الفوتبول سواء في الدومين اخر اذا 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 شاء سهل الله. وواحد واحد المساله اخرى، كاين دي غيمور كيقولوا بان فيفا لو نيفو فوتباليستيك ضعيف بزاف. نقدر الناس هذوك ربما ما كيعرفوش شنو هنايا كاين دي كاليتي اللي كيقدروا يوصلوا حتى للمنتخب الوطني ديال بلجيكا. دازوا عندنا عنصرين هامين، الاول سفيان كركاش لاعب المنتخب الوطني البلجيكي ديال U18 كيلعب يعني ابن الاطار ديالنا عزيز كركاش. عزيز كركاش راه هز من هنا، وحاليا عندنا واحد ان جون اللي كيلعب في U16 مع المنتخب ديال U16 سميتو حليم التيماسي. هادو حليم التيماسي راه سي فوجي جمال هو اللي هزو وداه النيربيد للسونتر ديزيليت ديال اندرليكت باش رفع من المستوى ديالو، لان لمس فيه داك 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 الموهبه اللي تقدر تعطي وتمشي لقدام. دابا تبارك الله راه ماشي بعيد. سعدي اللي فهمت منك ان هذا الفريق فيفا يعني عنده تنسيق مع الفريق الاول ديال اندرليكت. بطبيعه الحال هنايا لما ذكرتي السونتر سبورتيف ديال نيربيل يعني ربما عندكم اتفاقيه مع الفريق. هي في الحقيقه هما هذا المشروع هذا كاين شراكه مع اربعه ديال لي بارتنير. لو بارتنير الاولي عندنا هذه ليكول ديال ليوناردو دافينشي اتين رويال، لو بارتناريا مع رويال سبورتينغ كلوب اندرليكت اللي كنلعبوا بلا ماتريكول ديالو لو لوغو ديالو، لان في سي فوجي جمال و فانسون سميتو روجي فانستوك
ولو ليشفان دو سبور على ليبوك ليدي ديالهم باش يكريو ايزون كريي واحد 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 الجروب سماوه لي ريجيونو دوندريليكت. دابا حنا لي زوندريليكتوا كنلعبوا بلا ماتريك دوندريليكت، ولكن لايس بي ال فيفا فيفا فوت فوتبول ايتود فامي اندريليكت هي اللي كتجيري هاد لي ريجيونو دوندريليكت، ولكن توجور عندنا علاقه مع اندريليكت. وفاش كيكون عندنا ان اليمون ان جوور اللي كيبان مزيان وداكشي كيدوز دائما. العام اللي فات رسلنا جوج ديال اللعابه مشاو للسونتر ديال لي بروفانسيو في ايزل، كما كتعرفوا تا ايزل كاين سونتر اخر ديال ايزل كاين مروان نسيت اصلو وكاين كريس جوج بهم تبارك الله تاهما عندهم مستوى ربما يبيرسيو في المستقبل في فرق في القسم الوطني الاول ولا الثاني اذا كان عندهم شي هذه اللي تذكرتي لي هاد الاسماء الرنانه الاسماء اللي تقول الكلمه ديالها مستقبلا كسفيان كركاش وبعض اللاعبين. يعني هاد المشروع ديال الفيفا الذي يديره الاطار ديالنا الكبير سيد فوزي جمال، يعني انتم عندكم 300 ديال اللاعبين، جل هاد اللاعبين من اي جنسيه؟ من جنسيات مختلفه. نقدر نقول لك ربما ما بين من بين 15 الى حتى 20 جنسيه اللي 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 كان كنشتغلوا معها. واغلبهم مغاربه وافارقه، لان هذا المشروع هذا الاساس ديالو انه تخلق في واحد الحي اللي شويه سي ان كارتي ديفافوريزي، سي ان كارتي لي شو دونك pour diminuer un peu de l'intention ديال ديال دونك بغاو يدخلوا السبور لو فوتبول باش يقدروا يساعدوا هاد لي جون هادو يخرجوا من 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 لا دروغ، يخرجوا من المشاكل ومن الاخره طبيعه الحال اللي كتؤدي بالشباب الى الخطوره. واحد العنصر اللي واحد اللاعب اللي هو عاوتاني داز من هذا السونتر هذا وداز في نخبيت ودابا كيلعب في اودي 19 اليت مع اليونيون سان جيلوا، هو الابن ديال سي فوزي جمال سامي فوز على تا هو داز من هنايا وعنده مستوى ربما يقول الكلمه ديالو في المستقبل. سامي ودريس تدريس الاخ الاصغر ديالو. اذا سي عادل التطواني ديالنا، يعني هاد الخبره اللي كتاخذها دابا حاليا واش غتوظفها مستقبلا ربما نشوفوك في المغرب التطواني لما لا؟ هو طموح وطموح مشروع، اي واحد عنده 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 اهداف غادي يوصل لها كي خصو يوصل لها. انا ملي بديت التدريب كنشتغل على هدف واحد هو انني نكون نوصل مدرب ديال مثلا الفئات الاولى. دابا كنشتغل مع الفئات الصغرى والله الصمادي وكنلقى واحد لو بليزير مع الاطفال الصغار احسن ملي كنجبرو مع الكبار. كنجبر راحتي مع الصغار كتخدم معاهم توسكي بازيك توسكي تكنيك كتلقى داك لقيت راسي في الصغار. وان شاء الله مع دابا باقي كنتابعوا الفورماسيون ديالنا ان شاء الله ندوزوا لويفا ان شاء الله ولما لا مع السي جمال والاخوان ديالنا تبارك الله هنا كاين اوتو روطانيه كيساعدونا كيعاونونا يعني كتجبر مساعده قيمه من طرف الاطار ديالنا السيد فوزي جمال الذي يدير هذا المشروع. فرانشمون مع جمال تعلمنا الشيء الكثير وراء استاذ تعلمنا منه الشيء الكثير. هذا الشيء ما 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 نقدرش نوصف لك يعني المعلومات والحجم ديال المعلومات اللي كنتلقاها منه يوميا. سمعنا منك سي عادل انك كتدرب هاد الاولاد والاطفال، يعني شفنا الاخ احمد كيدرب البراعم يعني من 5 سنوات الى 7 سنوات، من هو الفريق اللي كتدربه انت في هاد الفريق ديال الفيفا؟ انا عندي الاوتخاز U13 وحاليا انا اقل من 13 سنه اقل من 13 سنه وحاليا كنعمل حتى U17 كنعوض المدرب ديال U17 لانه لظروف شخصيه كيتعذر على انه يلتحق بالفريق ديالو. وهاد الاطر اللي موجوده هنا في هذا الفريق في فاس عادل يعني كلهم مغاربه؟ لا بليبار كاين مغاربه وجزائريين. اخ احمد حتى هو اطار كفء اطار يعني يشرفنا حتى هو انه يشتغل معنا. وكاين عندنا اخ احمد جزائري نعم احمد بن نصر وكاين افارقه معنا من اعتقد من الكونغو وكان معنا هذا ديال الكوتش ديال U17 جون ايلي
فهو مدرب معروف في الكونغو كينغساشا، هو المدرب ديال منتخب منتخب الشبان يوسيس. إذا سي عادل كنشكرك كثير الشكر على هذه الارتسامات وعلى هذه الشهادة القيمة في حق فريق فيفا هنا بأندرليكت. حنا ماشي بعاد على الملعب الرئيسي لفريق أندرليكت، الفريق الأول كونستون فاندنستوك، يعني ليس بالبعيد. كنشكرك كثير وكنتمنى لك التوفيق والنجاح، ونتمنى لك إن شاء الله لما لا تكون مدرب وإطار يعني معروف عندنا في المغرب وخارج المغرب إن شاء الله. إن شاء الله على الفلاح. لأنك شاب وطموح وتريد الوصول إن شاء الله وغتوصل. إن شاء الله إن شاء الله، المساعدة ديالكم سي الصمد. إن شاء الله نوصلوا إن شاء الله. إن شاء الله.